هذا لقاء يتجدد مع الجامعة في السجون التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. هذه الجامعة هي محطة دورية نصف سنوية تكرست مع مرور الدورات كفضاء للنقاش والتحليل حول مواضيع تهم وتستأثر باهتمام الرأي العام بصفة عامة واهتمام السجناء بصفة خاصة، وهو موعد كذلك يترقبه السجناء كل نصف سنة كنافذة يطلون من خلالها على المجتمع ومستجداته ويستفيدون ويستنيرون بما استجد في الساحة الوطنية، وهو كذلك جسر للمجتمع من أجل معرفة الكفاءات والقدرات التي تزخر بها المؤسسات السجنية كنزلاء. هذه الدورة الربيعية سوف تناقش موضوع دورة هينية رؤية التنموية الجديدة وأي برامج إدماجية في ظل هذه الرؤية التنموية الجديدة. ونشير بهذا الخصوص أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإدارة الإدماج ساهمت في المشاورات التي قامت بها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد. مساهمتها كانت في شقين، الشق المؤسساتي وكذلك مساهمة النزلاء، حيث تم إشراك النزلاء كذلك في الرؤية المستقبلية لسجون الغد. بالنسبة للمشاركة المؤسساتية، ساهمت المندوبية العامة بتقرير وجهته للجنة أعطت فيه تصورا حول السجون الغد وفيه بعض المقترحات، وقد تمت الإشارة إلى ذلك في التقرير العام الذي أنجزته اللجنة. كما أن السجناء ساهموا من خلال كتابات وجهت إلى اللجنة وتم اختيار البعض منها ونشره في المجلة الخاصة بالسجن. أنا معتقل بالسجن المحلي بتونات، سنة أولى دكتورة شعبة الفلسفة، تم استدعاء ديالنا لهاد الجامعة بالسجون تحت شعار آليات إدماج نزلاء على ضوء الرؤية التنموية الجديدة، وعندنا لأول مرة هاد السنة هذه ربما دي أول مشاركة ديالي، ولكن أول مرة كنلاحظوا بأن الوجود ديالنا هنا ماشي وجود متتبع أو لا متفرج أو لا مشاهد، بقدر ما وجود ديالنا هنا جينا كمحاضرين لأول مرة بأننا نكون في منصة سنحاضر في ندوة علمية عندها الحضور وازي من الأساتذة من مجموعة من الأطر لا سوى وطنيا ولا كاينة بعثة أجنبية على ما أعتقد الله تقبلات، كان عندها واحد الوزن علمي والبعد الفكري، وهذا ربما هو الدافع الأساسي لوجود ديالنا. ربما المداخله ديالنا ولا غنصب بالدرجه الاولى على التطلعات والانتظارات والطموحات ديال النزلاء ولا ديال السجناء من النموذج التنموي، اي ماذا يريد السجين من هذا النموذج؟ هل هذا النموذج استحضر استحضر واقع وضعيه السجين داخل اوراقه داخل رؤيته، ام اللجنه اغفلت هذه النقطه؟ ولكن ملي كنلاحظوا باختصار ربما مفهوم ديال السجناء مذكور مره واحده كنضرب في الصفحه 19 من النموذج، ولكن بالمقابل تكلم مجموعه من النقاط عن مفهوم الراس المال البشري. اذا هذا مهم، هذه نقطه ايجابيه ان اذا اعتبرنا بان السجين او السجن اون جينيرال هما عباره عن واحد راس المال البشري مهم، اذا كيف ما هي الاليات لادماجه في سوق الشغل؟ ما هي الاليات او الطرق من اجل انخراط هذه الفئه الاجتماعيه الهشه نفسيا الهشه ربما ما عندهاش واحد المؤهلات علميه كبيره او تقنيه، وهذا جانب اخر اللي خصنا ربما خص القطاع الوسطي يشتغل او الدوله بشكل عام والمجتمع يشتغل عليه من اجل تاهيل الراس المال وتعزيز القدرات ديالو ويعطيه واحد الكفاءات كبيره من اجل يكون قادر على انخراط في دوره الانتاج بشكل عام. سؤال اخر السؤال الاساسي هو كيف يتحول الزمن السجني من زمن استهلاك الى زمن انتاج؟ هذه هي النقطه المركزيه ربما والفكره المركزيه اللي ربما غنحاول نشرحها مثلا من داخل من داخل المداخله ديالي. هناك مجموعه من الاليات
ديني يعني، ولكن الاليات الايجابي ان كل تصبب في ان مرتبطه بالتنميه. اي تنميه؟ واش التنميه الاقتصاديه، التنميه الثقافيه، التنميه النفسيه؟ ربما السجن يحتاج لانواع التنميه كاملين، يحتاج الى تنميه نفسيه، تنميه اجتماعيه، تنميه الاقتصاديه واجتماعيه، مجموعه التنميه السجين كيحتاج لهم، لانه كيعيش واحد الوضعيه ربما قصيره ولا طويله في السجن، يعني كيتعرض يعني لداء نفسيا، كيكون عنده واحد الهزات، كيكون عنده واحد النقص، كيكون عنده مجموعه من السلبيات، وهذه ربما فرصه للوقوف على هذه السلبيات متى والتطوير ديالها. الهدف ديالنا هو التطوير ديال المستوى ديالنا والرفع منه.